ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 5 ابريل نيسان 2022. هتستسلم النهارده لكل الاحزان اللي بتبقى بتواجهك النهارده بشكل كبير، واللي هتخليها تنمو النهارده وتزدهر اكتر وتظهر اكتر واكتر. ممكن حتى تبتلعك النهارده في النهايه بسبب الهموم اللي هتظهر والاحزان الكتيره اللي بتكون بتسيطر عليك. هتخرج النهاردة بصحبة أصدقائك في اليوم ده، وخاصة أصدقائك اللي بيبقوا قريبين منك بشكل كبير جدا جدا. هتفضل إنك تخرج معاهم النهاردة علشان تخلي الموضوع ده ينسيك كل الهموم اللي ممكن تكون بتظهر قدامك النهاردة وكل الأحزان اللي بتستسلم ليها. بنصحك انك تعمل كده، حاول اخرج مع اصدقائك، هما اللي هيخففوا عنك احزانك دي وهيخلوك تخرج من المود الكئيب اللي انت دخلت فيه. بالنسبة لك عاطفيا النهاردة، هتستشير حبيبك اليوم ده بشوية قرارات هتبقى مناسبة ليك، وهتبقى محتاج حد يشاركك فيها او يقرر معاك الصح من الغلط. بس ما تقلقش، كل قراراتك هتبقى مناسبة جدا انت وشريكك ليك، بس بنصحك انك ما تتسرعش. لو كنت انت مش واثق من القرار ده بشكل كويس، او مش واثق من قدرتك علشان تستمر في القرار اللي انت اخدته ده لحد النهاية في قضية ما انت النهاردة اخترت انك تقرر فيها، ففكر في شكل كويس ويخلي الاجواء تمشي بسلاسة اكتر من غير اي نوع من انواع الاستعجال النهاردة، علشان ما تندمش بعد كده على قرارك السريع اللي انت اخدته. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، هتستاء من زميل ليك في الشغل في يومك ده، كان بيمارس دايما عليك سلطته وبيفرض شخصيته عليك في الفترة دي، وحتى بيحاول انه يتحداك في الفترة دي. هتوجه ليك النهاردة بكلام هيبقى قاسي جدا جدا، وللأسف مش هيكون بيرضيك وهيكون بيضايقك بشكل كبير جدا جدا في الفترة دي. بالنسبة لك صحيان النهاردة، بيكون من المستحسن انك ما تسهرش زيادة عن اللزوم، لان دايما السهر اللي بيبقى طويل او زايد عن اللزوم هيحصل فيه شوية من القلق او حتى عدم الترفيه عن نفسك النهاردة، وده طبعا هيكون كافي علشان يعيد حماستك بشكل كبير اليك في الوقت ده، وخاصة انك هتكون محتاج انك توصل للحماسة دي وترجع لنشاطك اللي انت متعود عليه وعودت كل الاشخاص عليه. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيدخل كوكب الزهرة لبرج الحوت في اليوم ده، وهيمر لحد اليوم الثاني من شهر مايو، وهيجلب لنا العبور ده طاقة حلوة جدا جدا في بعض الأحيان علشان نهرب لحياتنا النهاردة، وخاصة تفاعلاتنا وعلاقاتنا في الفترة دي. كوكب الزهرة في الحوت هيبقى رقيق وحنون جدا جدا جدا، على الرغم من صعوبة الوصول ليه النهاردة، هيكون في شوق كبير جدا بيصعب حتى الوصول ليه وتحديدا إرضائه. الحدود النهاردة تبقى ضبابية بشكل كبير، خاصة تحت التأثير ده، ممكن انه يتضمن جانب فيه ظل كبير جدا من المواقف دي اللي هيبقى فيها مراوغة وتجنب ليه حاجات كتيرة ممكن تكون بتحصل النهاردة. خلاف الموضوع ده هيكون في الوقت مناسب علشان تزيد التعاطف النهاردة والتفاهم مع كل الاشخاص اللي حواليك، وهنكون بننفتح اذهاننا النهاردة بشكل كبير على كل الملذات اللي ممكن تبقى قدامنا في تسلية هتبقى مختلفة بشكل كبير، خاصة في الاسابيع اللي جاية قدامنا النهاردة. بيض القمر في برج يومه في برج الجوزاء النهاردة، وهيبقينا على اطلاع بأصابعنا وقدمنا بشكل كبير جدا جدا وعقلي. هيشجعنا القمر الجوزاء النهاردة على اننا نتنوع ونخرج اجهزة جديدة من الاستشعار عندنا، ونلتقط من خلالها افكار جديدة ونصايح مختلفة وجديدة. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.